قبل كل شيء كل أسرة لا شك أنها تسعى لكسب رزقها، ونحن كحكومة مسؤولون عن أن نعمل قدر الإمكان لإيجاد هذه الفرص بكل الوسائل المتاحة من أجل أن يجدوا هؤلاء النشأ عملا يستفيدون منه ويعيشون منه. ولكن نريد أن نؤكد أن عليهم هم أيضا أن ينضبطوا في العمل عندما يجدوا عمل، وأن يكونوا قدوة أيضا في كيف يحافظوا على سلوكياتهم في العمل، وأن لا كما يقول يتذبذبوا هنا وهناك